المعاناة المستمرة لانقطاع الكهرباء مع حلول موسم الصيف لا تزال مستمرة لدى محافظة ذي قار، وبعد المطالبات لإيجاد البدائل لهذا الملف بادرت هيئة الاستثمار في المحافظة إلى اللجوء إلى الطاقة البديلة والتوجه نحو مشاريع استثمارية يمكنها أن تسعف المحافظة بالطاقة. في طور تخصيص خارطة من البلدية وخارطة الدولة، سوف نقوم بتخصيص مساحات خاصة لاستثمارها في مجال الطاقة الكهربائية. هذه الطاقة الكهربائية سوف تكون هنالك شركات تستثمر كهرباء، وهذه الكهرباء تعطى للحكومة، يعني تباع للحكومة، يعني المستفيد موجود، يعني المستهلك موجود، يعني الطلب والعرض موجود. هنالك شركات تنتج كهرباء وشركات أخرى اللي هي شركات حكومية سوف تأخذ هذه الكهرباء وبالتالي تروح المواطن. الحكومة المحلية تحدثت عن استخدام الخلايا الشمسية والاستعانة بها لسد النقص الحاصل في الكهرباء، مبدية استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح هذه الخطوة، فيما يرى مراقبون أن مشكلة الطاقة سياسية ويمكن حلها، ولكن من الضروري اللجوء إلى الحلول البديلة لما تعانيه المحافظة من مشكلة أزلية. حقيقة كحكومة محلية احنا داعمين لموضوع الطاقة المتجددة، كون أغلب يعني دول العالم اتجهت هذا الاتجاه، وحتى على مستوى العراق هناك مشاريع وزارية حاليا هي مشاريع تعنى بموضوع الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. كون مثل ما تعرفون بينه موضوع المخلفات والملوثات جات تأثر على المدن، أغلب المدن، مع العلم احنا الطاقة الحرورية متوفرة عندنا، ولكن يجب أن يكون هناك توجه حكومي باتجاه الطاقة البديلة. ملف الكهرباء باعتقادي هو ملف سياسي. ملف سياسي، ويعتبر هو الدجاجة اللي تبيض ذهب لدول الجوار. ولهذا السبب هذا الملف ما ينتهي، ولا من غير المعقول أن تحرق كميات كبيرة من الغاز وأنت تستورد غاز من دول الجوار لمحطات الكهرباء. يعني إذا ما عندك غاز يفترض أن عندك بدائل للطاقة اللي هي يعني وقود النفط أو غيره. الطاقة البديلة هي الحل الأمثل لاستقرار التيار الكهربائي في المحافظة بعد الانقطاعات المستمرة والمتكررة مع كل موسم صيف. لقناة التغيير الفضائية، سلامة السرهيد، ذي قار.